هاد المرة ما كانش اتاي، كان غير ما حتى الما زوين في هاد الكويس هذا ديال المغرب رائع. المهم اللي بغى ياخذ الكونسوماسيون ديالو معايا يخبط لايك ويدير ابوني وغتجي الكونسوماسيون، هذيك هي الكونسوماسيون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ما غنطولش عليكم وغندوزو ديريكتوم للموضوع. ومهم بزاف بالنسبه لي صراحه، نبغي نوصل هذه الفكره للناس. مي حاجه واحده، انت ولا انت كاين شي ناس كيدخلوا في الثقل ولا كيشوفوا 30 سكوند تيمشيو. عطيني فرصه، خليني غير نفسر لك، خليني نوصل لك غير الفكره، ومن بعد قول لي واش عجبكش الحال ولا هذا صافي، وانا اللي غيبقى معايا. الصراحه دقائق ما غنفوتوهاش صافي، 10 مينوت من وقتك واني غتخرج بواحد الافاده غادي تشكرني عليها من بعد. واسمعني مزيان، دابا كيما شلو تيت غادي نهضروا على انواع ديال الحسابات اللي خاصهم يكونوا عندك قبل ما تفكر دوز الاستثمار. لان دابا الدراري المغاربه والبنات ديالنا تيسمع واحد تيربع الفلوس تيخصو نهار خاص نمشي انفيستي كنمشي نتسلف خاصني نمشي ندير هادي. لا 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 ما خصهمش هكا. اول حاجه بعدا خاصك دير عمرك تسلف شي فلوس باش تانفيستيهم ولا شي حاجه. الانفيستيسمون لو بيزنس اون جينيرال سي ريسكي، ممكن تخسر فيه فلوسك، غتبقى حاصل انت ديك الساعات كضر مع داك السيد اللي مسلفك ولا ديك السيده. علاش عليك هادشي؟ خدم على الفلوس اللي باغي تانفيستيهم ونهار تانفيستي حسبهم بحال اللي طاحوا لك، بحال قوش يعني ماشي هما الفلوس اللي غتخلص بهم الصداع، الفلوس اللي غتخلص بهم مثلا الكرا، غتخلص بهم الظلمه، غتخلص بهم الدواء. لا ماشي شي حاجه تكون من الحاجيات اللي كنزرب عاود. كلمتوا امير كلمتوا، ماشي من الحاجيات الاساسيه اللي خاصك باش تعيش بهم يوميا. لا خاص يكونوا فلوس دو كوتي، ودوك الفلوس دو كوتي غادي نشوفوا كيفاش شنو خاص يكون فيهم وفين خاصهم يكونوا وشحال خاصهم يكونوا باش ندوزوا الفلوس ديال الاستثمار. هذا مهم بزاف، انا ماشي بحال واحد كتلقى ما عنده حتى شي حاجه ودوك الفلوس اللي كيجمع كيمشي يستثمرهم. لا ماشي هكا تيخاص دير هادشي. انا عرفت هادشي معطل الصراحه، ولكن هادشي دابا مش كنخدم به. مبغيتكم باش توقعوا في نفس المشكل، بغيتكم نتوما تجنبوا هاد المشاكل هادو كامله اللي دس منهم وتدوا منهم بزاف ديال الناس. باي ذا واي نسلم على واحد السيد كنحييه، مروكن فاينانشال شو، منه تقريبا خديت بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الحوايج. صراحه عنده نفس التفكير ديالي، غير باش كيعجبني شي حوايج ما كنلقاش كيفاش نوصلهم. هو تبارك الله عليهم تكتبهم. غادي نخلي لكم لاباج ديالو هنايا. الشوغ مراه مسكين ديما كيدير كومونتي في شاك فيديو، دونك تدخلوا تبعوه في انستغرام وفي يوتيوب، كيدير فريمون محتوى زوين بزاف. دخلوا الفيديو ديالو قولوا له جينا من لاباج ديال امير. المهم تهلاو فيه. كيف ديما تيكون عندنا ان بيتي سبونسور ديال لا فيديو باش كنحاولوا فوالا نكثروا لكم لي فيديو ونتشجعوا. لو سبونسور هو لو جروب AIA ديال جان انفستور اكاديمي، ديال لي زاكسيون كيعطيو توصيات في لي زاكسيون بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتداولوا. كنقول بيان سور التداول في الاسهم، سميتو الاسهم ديال الشركات امازون فيسبوك بحال هادشي نتفليكس اللي عندهم التداول. نخلي لكم لو ليان ديال لو جروب ديالهم تيليجرام والادمين ديالهم، الا كنتو باغيين تسولوهم ولا شي استفسار غادي يجاوبوكم. هادشي اللي كاين كمل الفيديو ديالنا. حاجه اخرى بالنسبه للقناه اللي قلت لكم غنبدا كندير فيها داكشي ديال التداول اللي هو تكنيك اكثر واكثر، بقى نشرح لكم منصات استراتيجي، راه قربت توصل ل 1000. انا كيف ما وعدتكم غير توصل ل 1000 غادي نبدا لكم لي فيديو. نبغيكم فريمون تفرقعوا عليا بلي زابونمون، لي لايك حتى في هاد لا فيديو هادي، بارطاجيو مع الناس، هادشي راه كيفرحني بزاف. دونك دابا تقولي امير شنو هما هاد الانواع ديال الحسابات اللي خاصني قبل ما ندوز قبل ما يكون عندي حساب ديال الاستثمار. الوغ كاين ثلاثه ديال الحسابات اللي خاصهم يكونوا عندك اون جينيرال. الوغ الحساب الاول هو حساب الطوارئ، هذا اول حساب اللي خاصو يكون عندك باش تبدا البروسيس ديال الانفستيسمون. الحساب الثاني هو حساب الادخار، والحساب الثالث هو اللي كيجي في الاخر هو حساب ديال الاستثمار الانفستمنت فاش ما بغيتي. الوغ شنو هو حساب الطوارئ؟ غنفسر لك بكل بساطه هادشي تنقولوه عندنا في الدارجه المغربيه ديالنا، هو هذيك اللعيبه كتقولها ديال هذه غنخليها لدوائر الزمان، وهو حساب الطوارئ يعني بمصطلحات شويه هكا تقنيه ديال الفينانس. هو هذاك حساب الطوارئ ساهل، يعني كتوقع في شي مشكل، خايف تمرض، جو سي با انا، اكسيدون، الله يحفظ، تحرقات الدار، المهم طوارئ، شي حاجه جايه من الطوارئ، فهمتيني؟ الله يحفظ شي واحد وقع له شي مشكل خاصك تساعده من العائله من هذا، ماشي مثلا غتقول لي واحقا انا خاصني مثلا خاصني نسافر غادي نمشي نهز الفلوس من 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 هذا حساب الطوارئ. لا 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 راه سميتو حساب الطوارئ، يعني جاي من شي حاجه اورجون، جاي شي حاجه اللي صعيبه الله يحفظ فيها شي مشكل، فيها شي مصيبه، فهمتيني؟ كتلقى مثلا نعطيك مثال سامبل، مثلا في هذه الايام ديال الكورونا ودال الكوفيد شحال من واحد مسكين فقد العمل ديالو، كاين شي ولا كيتليسونسي شي واحد تيجريو عليه ايتترا، كيلقى عنده واحد الحساب ديال الطوارئ اللي مجموعين فيه شويه الفلوس تيعيش بهم ونطوندو على ما تيلقى مثلا باش خدمه جديده باش يعاود يصرف على راسو. بحال هكا هذا مثال سهل، واني ما كنمشيوش نخسروهم في الحوايج اللي سيكوندير، غنمشي نسافر، غنسري العيد الكبير، ما غناخذ كريدي، غناخذ طوموبيل ولا غناخذ بيكالا ولا، فهمتيني؟ بحال هكا ما بغيتكمش تخسروا داك حساب الطوارئ في الخوى الخاوي، هذاك ما تيتقاش حتى كتكون وصلات العظم. حساب الطوارئ شنو غندوزو الحساب الثاني هو حساب الادخار، وحتى هو مهم بزاف. يعني ملي كتعمر حاجه نسيتها قبل ما ندوزو لحساب الادخار،
حيت الطوارئ تقول لي امير شحال خاص يكون فيه، شحال خاص يكون فيه على حسب الوضعيه ديالك، على حسب واش مزوج، واش عندك اولاد، واش مش كدير خدام كتقرا ايتترا، بزاف د الحوايج جينيرالمون. وعلى حسب ما تبعت انا مروكن فاينانشال شوت يقول لك خاص يكون عندك تقريبا في واحد 50,000 درهم. انا تنقول الصراحه زعما انا في نظري ما بين 50 حتى 100,000 درهم، يعني ما بين 5 مليون حتى 10 مليون. بالنسبه لي هذا هو حساب طوارئ، يعني غيكون مزيان بوغ كيلكان اللي خدام بوحدو، عايش بوحدو، ما عندوش مصاريف بزاف ايتترا. واحد 5 مليون 4 كتبان لي كافيه، مي واحد عنده عائله، عنده وليدات ايتترا، ابتداء من 10 مليون خاص يكون داك حساب الطوارئ. انا بالنسبه لي هذا في نظري، وانتم عاوتاني على حساب كما قلت لكم الوضعيه ديالكم خاصكم تشوفوا اللي غادي يناسبكم. دابا ندوزو لحساب الادخار اللي هو لي بارن، وهذا مهم بزاف، هو بحال اللي غنقول لك انا فيرست ستيب باش تدخل الاستثمار. لان الا ما قدرتيش تدخر شويه الفلوس من 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 من, من الصالير ديالك اولا من الغوفينو ديالك اولا شي بار من الورد ديالك اولا المهم شي حاجه كتدخل لك الفلوس، ما عمرك كتعرف تعرف بالمعنى الحقيقي ديال الاستثمار، غتكون كتخربق. انا ديك كيدخل الموني مانجمنت، هنا غتعرف شحال خصك تخلي داكشي اللي غتعيش به وغتدوز به مثلا الشهر ديالك، شحال خاصك تخلي في الادخار، شحال خاصك تخلي في هادي، شحال تخلي في هادي، شحال تخلي في هادي. كاين بزاف صراحه ديال الاساليب باش تعرف هادشي، ونخليكم تقلبوا عليهم. ولكن نتوما عندكم شي اسلوب خاص بكم، اولا شنو كديروا مثلا في كل شهر؟ مثلا واحد كيشد 3000 درهم اشنو كدير؟ كيفاش كتقسم ديك 3000 درهم؟ واش مثلا 30% 30% 30% في كل حاجه؟ بغي نعرف شنو كديروا، خليو لي سميتوا الاراء ديالكم وشنو كديروا في لي كومونتير باش نحاول نشوف كل واحد كيفاش يفكر، ونعرف نعرفكم كيفاش كديروا. وانا غننصحكم بيان سور شنو كندير انا شخصيا وشنو اللي خدام ليا. المهم ما كاينش شي حاجه اللي خاصكم تتبعوها يعني 100% اللي خدامه، كل واحد كيمشي على قد جيبو على قد جهدو. انا كتبان لي صراحه داك لو ريفينو ديالك تقسمو على ثلث في كل حاجه تحطها في قنت. تيبان لي مثلا الى قضيت 30% ولا المهم نقولوا 33% باش نشكروا 100% في الاخر، 33% مثلا في الادخار، 33% في داكشي اللي غتستهلك اللي غتعيش به، الكرا، الماء، الضو ديالك، الماكله ديالك، الحوايج ديالك. وديك 33% تحطها في لي بارن، هادشي او كاو، تحطها في حساب الطوارئ، هادشي او كاو ما كانش يعني كنت يلاه غتبدا من جديد. يعني كاين شحال واحد يقول لي حقا واش تخصني تنعمر حساب الطوارئ عاد ندوز حساب الادخار؟ لا، ممكن دير هكا، ولكن ممكن دير حاجه اخرى. يعني مثلا كتدخل 5000 درهم ولا 6000 جسلو حساب، غدير مثلا 2000 درهم في الادخار، 2000 درهم في الطوارئ، و2000 درهم تعيش بها. ودبر راسك تبغي غادي تزير شويه، غادي دير بزاف د الحوايج، وشحال من واحد تيخلط المفهوم ديال الشحيح اولا الزقره من واحد كيعرف يدير لا جيستيون فينونسيير ديال الفلوس ديالو. ولكن الناس تيسميوكم كيطلقوا عليكم هذا المصطلح هذا، شديوهاش فيهم، نتوما اللي كتعرفوا كيفاش كتسيروا الامور ديالكم، نتوما اللي كتعرفوا بشحال كتساليو في الاخر الشهر ديالكم. دونك ما تسوقوش لواحد بغى يقول لك زقره، نقول له انا زقره اسيدي، ما كاينش مشكل. انا خويا كنموت على الصرف، كنموت على الريال، ما شغلكش. المهم انا كنعرف راسي بشحال كنخرج، كنعرف في جيبي شحال فيه، وكنعرف شحال انفيستي، وكنكون عايش مرتاح. جد ما تسوقش، انا حيت هذا الشيء انا عارفه ودوزته، ما كنتسوقش لعباد. انما ما عمر يجي واحد يبقى يتفاهم معاك، كتلقاه تيطب فلوسه كاملين في القهوه وفي التخربيق وفي المسائل اللي ماشي هما هذوك، وعاد كيجي يتحاسب معاك، وانت الكونت ديالك راه عامر وفيه الفلوس. فهمتي؟ انت اللي عارف، اللي كيهمك هو انت تكون عارف القيمه ديالك، ما تيهمكش الاخر يكون عارف شنو عندك، ولا عاد تدخل معاه في دوك الحوارات ديال احقا وكنت عارف شحال جامع احقا. ما تدخلش مع هذاك الشيء، قول له هي عندك الحق وانا هكذا داير هادشي يعطي الله ودوز. فهمتيني؟ دونك كيما تنقول لكم 30% هكا 30% هكا 30% هكا، قسمها على الادخار والطوارئ وداكشي اللي كتعيش به. سينو غادي تلقى فراسك فواحد الدوامه اللي ما كتسالاش، يعني اي حاجه تشهيتيها، اي حاجه خرج من الجلب، اي حاجه خرجت جديده غتمشي تساليها، وما غتلقى راسك ما غتلقى تحتك والو. وهانتوما شفتوا ونتمنى يكون شي واحد كيشوفني في هذا الفيديو ودوز هذه التجربه هذه. هانتوما شفتوا الناس خرجوا مساكن خدمتهم ما عندهم حتى شي حاجه من تحت، ما كاين لا غوتريت لا شوماج لا حتى شي حاجه، لقاو راسهم الله كريم. راه هذا النوع ديال الانسان كيصبر على راسو وتينقص عليه من هادي باش يوفر لهادي، يعني من بعد ما غتبقاش هكا عايش حياتك كامله بيان سور، غادي يوصل هذيك اللي كنسميها انا ديك الفتره حتى شحال واحد تيقول لك لا غوتريت حقها 60 عام. انا بالنسبه لي لا خويا 35 37 نكون شديت لا غوتريت ديالي، عندي الفلوس مجموعين محطوطين، عندي بزاف د الاسيتس كيجيبوا لي الفلوس باسيف انكم، ومرياح مع راسي. هذا هو لوبجيكتيف، يعني دون واحد 10 15 غتكون حاط واحد لوبجيكتيف ديالك، غادي تقول فوالا غنبغي نوصل لهنايا، نبغي نعيش كيف ما وليت انا، كيف ما تنقول لعائلتي والمدام ديالي ولا هذا، تنقول لا نبغي النهار اللي غادي نكون وصلت ديك لا ليبرتي فينونسيير ديالي، هو كنخدم لا كارت بونكير ديالي وما كنمشيش نعاود نضرب الحساب شحال بقى لي فيها ولا نشوف شحال بقى لي في الكونت، بقى نخسر تيرين تيرين تيرين، وعارف راسي عندي ما يكفي. هذا هو الهدف. دونك نتمنى تكون وصلتكم ليدي ديما فوالا،
انت قيم راسك براسك، ما تسالش شي واحد يجي يبقى عليك ينصحك ولا هذا. دائما داك اللي كينصح هو داك اللي ما عندوش ما دايرش، اللي تيقيد غير يخسر فلوسه. ديما خويا فكر بعقليتك. الوغ فوالا، دونك هادو هما الطرق باش تعمر هاد لي كونط ديال لي بارون حساب الطوارئ. سوا كيف ما قلت لكم تتعمرهم بتلقى واحد عليك انت يلاه بعدي، سوا كتكون تساليتي مثلا الطوارئ عاد كدوز الادخار. وما عمرهم ما غادي يعمروا مثلا الطوارئ ممكن يعمروا وتحبس تقول صافي حبست غادي نسالي منه غنبقى دابا ندوز لي بار. لي بار لا عمرو ما كيسالي، دائما تيخصك تاخر، دائما كيتاخر. علاش؟ غير غادي يجيوها بالحساب الثالث اللي هو حساب الاستثمار. لان ملي كتستثمر فلوسك تيبقاو شويه دوك الفلوس، ممكن يجيبوا لك الفلوس، ممكن تخسر منهم. يعني كاينه احتماليه، هادشي راكم عارفينه في كاع لي دومين، سواء فهادشي اللي كتعرفوا ديال الاي كوميرس تداول. المهم غير الحوايج اللي كتبيعهم فيهم غير السيرفيس اللي ما كتانفيستيش فيهم، مثلا في العقارات، البني، مقاولات، اي حاجه فيها ممكن راك ممكن تسري غير سلعه وما تبيعلكش وتبقى لك السلعه في يديك، كتستثمر خسرتي فلوس بداك الاستثمار، ولاني ممكن تربح عاوتاني باش يبقى لك الادخار هو اللي ما كيتقاش. هذاك تتخليه مثلا سوا كدير بي او ولا غدير ان كونت سور كارني فيه شويه داك كيجيك 1% في العام ولا شي حاجه. اللي ما كيبغيش مثلا داكشي ديال داكشي ديال الربا والسواب وداكشي يمشي للبنوك الاسلاميه اولا يخبيهم في المخده، ما كاينش المشكل. المهم كل واحد يمشي يدير اللي مرتاح فيه، ما كنجوجو حنا حتى شي واحد. اللي بغى يدير شي حاجه الله يسهل فيه، المهم يكون عنده كونتي بار ديالو، هذا هو المهم في هادشي كامل. الطريقه كتختلف على كل واحد وعلى حسب الاعتقادات ديالو والافكار ديالو. هادشي اللي كاين دابا ندوزو نهضروا على حساب الاستثمار. حساب الاستثمار تقول لي امير اشنو غادي ندير فيه، اشنو غادي ندير فيه؟ كاين كيما قلت لكم بزاف ديال الطرق. سواء دوك الفلوس كتمشي تستثمرو مثلا، غتقول غنمشي ندفعهم دفيعه في شي ارض، في شي ابارتمون، في شي حاجه، اولا غتحطو مثلا في لي زاكسيون، غتحطو مثلا في الكريبتو موني، غتانفيستيو في شي شركه. المهم كاين بزاف ما يدار. حنا الموضوع ديالنا ماشي هو كيفاش درت انفيستي، مي شنو هما الحسابات اللي خاص يكونوا عندك في هذا الوقت هذه. يعني نرجعوا خلاصه القول، كاين 3 اكاونت، 3 الحسابات، هو حساب طوارئ اول حاجه واهم حاجه، حساب الادخار حتى هو مهم. شوف كاع الحسابات مهمين، حساب الادخار مهم، وحساب هذا الادخار مثلا غادي ينفعك شي با. انا كتكون جمعتي واحد لا شوم دارجون مثلا بغيتي تخرج من الكرا، ما تبقاش كاري. لان سي فري واحد القضيه زوينه هذه كتقول بس ما غنبقى مثلا كل شهر غنبقى نحط 1000 1500 ولا 2000 درهم في الشهر، اسيدي نمشي ندفع انا في شي دار وديك الطريطه نبقى نخلصها، داك الكرا نمشي نخلصو طريطه فهمتيني، وكتربح الدار كتولي ديالك. هذا سي تان بون انفستيسمون، هذا ممكن تدخلو بحال شكل حساب الادخار، ولاني انت كتسري به دار في الاخر كتولي مالك ديال المنزل اللي بيان سور مثلا خديتي عليه كريدي ديال 20 25 عام، من بعد غادي تكون القيمه ديالو غاديه هي كتطلع وكتربح فيه في الاخر. لا بغيتي تبيعو اولا، المهم اللي بغيتي كدير فيه، حتى الفلوس ديالك راه ما كيمشيوش بحال اللي كتكب الماء في الرمله. دونك كيما قلنا حساب الادخار مورا حساب الاستثمار، هادو هما الحسابات اللي خاصهم يكونوا عندكم في هذا الوقت هذه. الا كنتو باغيين الصراحه دي ديتاي اكثر، نتمنى تبينوا لي على الحماس ديالكم في لي كومونتير، ونجيب داك السيد اللي فريمون غزال وكنحترمو، مروكن فاينانشال شو، راه ما قال لي ندير له اشهر. لا هو انا فريمون بغيتكم تستافدوا منه وتعرفوه، لان كيعطي معلومات اللي قيمه بزاف صراحه، اللي قيمه بزاف واللي غتفيدكم وغراتويتمون صراحه. كي دير داكشي كامل غراتويتمون تبارك الله عليه. دونك بغيت نجيبو فشي فيديو نذكرو اونصوم، نهضرو على شي سوجي محدد. انا صراحه جيمغي بيان، الشرف ليا نشوف لا شاف الفيديو تاول، نخليه يجاوبنا في لي كومونتير يقول لنا الراي ديالو واش يبغي يدوز معنا في شي فيديو اولا لا. هادشي اللي كاين، ما تنساوش تبعونا في انستغرام وتابعونا في لاشين اللي كنتو جداد. نخليكم نشوفكم في لا فيديو بروشين ان شاء الله. تشاو.